الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فنقف في هذا اللقاء مع حديث محبب إلى النفس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي رواية: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. وهذه الوقفة الأولى، الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله عز وجل يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لما يتحمله الإمام العادل من تبعات ومن مسؤوليات ومن جهد للقيام بمسؤولياته ومن مغالبة للنفس حتى ينهض بأمر الله حيث أمره وباجتهاده في الوفاء بحق الأمانة التي ولاه الله إياها، وهي أمانة ثقيلة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، أي أنها تحتاج إلى قوة وإلى عون من الله للوفاء بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وذي السلطان المقسط إكرام الحاكم العادل على أي مستوى كان، سواء كان رئيسا مسؤولا مسؤولية كبرى، ولاية عظمى، ولاية وسطى، كل من حكم فعدل. لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يلي عشرة من الناس فما فوق ذلك إلا جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فكه بره أو بقه اسمه، فإذا عدل ووفقه الله فإنه يستحق التقدير والاحترام والنصرة والدعاء والعون. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفائه الراشدين أسوة حسنة، أولها الإمام العادل، الثاني من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، ومن طاعة الله عمارة الكون، ومن طاعة الله بناء الحضارات، ومن طاعة الله بناء الدول، ومن طاعة الله العمل والإتقان، ومن طاعة الله التفوق والحاج، وما جعل عليكم في الدين من حاج، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، البعد عن كل جوانب العنف والتطرف، لأن الجماعات المتطرفة بعنفها وتشددها أساءت لديننا وأساءت لأوطانها وأساءت لأمتها، وشوهت من صورة الإسلام والمسلمين ما لو صنع أعداء الإسلام أقصى ما في طاقتهم ما بلغوا معشار ما صنعته هذه الجماعات من تشويه لصورة الدين. الشباب الواعي، الشباب الفاهم، الشباب الوطني، مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، بناء الأوطان من صميم مقاصد الأديان. ينشأ الشاب بعيدا عن العنف، بعيدا عن التطرف، بعيدا عن الغلو، بعيدا عن التشدد، ينشأ على الوسطية، على منهج الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. شاب ينشأ على العفاف، ينشأ على التقوى، ينشأ على العمل، ينشأ على المروءة، ينشأ على الأخذ بيد الضعيف، ينشأ على
أخذ بيد المسكين، ينشأ على احترام الكبير، شاب نشأ في عبادة الله في طاعته، ورجل قلبه معلق بالمساجد. رمضان شهر المساجد، رمضان شهر القيام، رمضان شهر القرآن، رمضان شهر قيام الليل. رجل قلبه معلق بالمساجد، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، مقيم لحدود الله. ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وديننا يعلمنا الإيثار لا الأثر، يعلمنا الإخلاص في كل شيء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا ذهب لزيارة أخ له في الله، فأرصد الله له ملكا، أوقف له ملكا على طريقه: يا عبد الله، إلى أين تذهب؟ قال: أذهب إلى زيارة فلان. قال: ألي حاجة لك عنده؟ قال: لا. ألي مصلحة بينك وبينه؟ قال: لا. ألي نسب بينك وبينه؟ قال: لا. ألي قرابة بينك وبينه؟ قال: لا. قال: لما تذهب إليه إذن؟ قال: إني أحبه في الله. قال: اعلم أن الله عز وجل يحبك لحبك له، وقد أوجب لكم الجنة. لا كما ينظر بعض الناس نظرة المصالح التي يصورها القائل في قوله: وجدت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، إلى أصحاب الذهب، وجدت الناس منفضة إلى من عنده فضة، إلى أصحاب الفضة، وجدت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، إلى أصحاب المال، وجدت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، حتى تعدى الأمر إلى السلام. فقال الشاعر: يحيى بالسلام غني قوم، يحيى بالسلام غني قوم، ويبخل بالسلام على الفقير. حتى في السلام، حتى في السلام. أليس الموت بينهم سواء إذا ماتوا وصاروا في القبور؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، فاستعصم كما استعصم يوسف عليه السلام، وقف شامخا كالجبل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذه من خصائص الإخلاص، ورمضان شهر الإخلاص. وكما أن الصيام سر بين العبد وخالقه، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فعلامة الإخلاص، فمن علامات الإخلاص هذا الذي لا يبتغي الأجر إلا من الله، لا يتصدق رياء ولا سمعة ولا نفاقا ولا ليقال عليه متصدق، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكوى، لا رياء ولا سمعة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. يا رب، يا رب صب علينا فيض مغفرة في جنة الخلد يا رب.
وامنن علينا من الفردوس جائزة نبعا من الوحي في الأموات تحيينا واكتب لنا رؤية المختار سيدنا شمس التقى قمر التقوى بدا فينا. أسأل الله لي ولكم القبول وأن يجعلنا من هؤلاء السبعة وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.